دراري مرحبا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة مع اخوكم بايج الفا تفرقيعو العالمية. غنديرو تتمة لذاك الفيديو النصائح اللي غادي تقدر تعاونك في الموعد الاول. الموعد الاول كما دويت انا والاخ حميد اللي كان موجه ليه التحية، الجو تيلعب دور، الجو تيلعب دورك. إذا كانت الشتاء ولا الجو مغيم فهمتي، الشتاء كطيح هكا والقلدة وبنادم هكا وكاين داك الريسك تجي شي كسيده في الطريق ولا شي حاجة ولا الإعصارات وداك الشي فهمتي. الجو ما مقادش، الجو ما مقادش، داك الجو العيان تي أفكتي تيأثر على داك المود، المود ديالك انت ما تيبقاش، تيبقى واحد الشويه كيميل للسلبيه، ما تيكونش عندك الخاطر هكا اذا كان الجو مغيم وداك الشيء ولا العجاجه ولا الشتا كطيح ولا شي حاجه ولا الغيام ولا الثلج كيطيح، ما الجو ما كيعاونكش هكا باش تكون قاعد هكا بارياحيه وسميتو. حتى داك حتى الانسان اللي معاك ولا الدري اللي معاك حتى خص يكون المود ديالو زوين. دونك انت خصك تمشي تكون مريقل، تشوف لا ميتيو وتشوف احوال الطقس، تريقي احوال الطقس، شوف النهار اللي غتكون فيه القضيه مشمشه فهمتي، تكون القضيه مشمشه المسائل هو هذاك الربيع نايض، المسائل هي هذيك هذاك. حتى بنادم فاش كيفيق وداك الشيء تيبان ليه الشميشه تيقول واش ميش هذه نهار زوين هذا. حتى الدريه تلعب ليه على المورال اصاحبي، كتهيئ انت، كتهيئ كاع المكونات اللي غيلعبوا معاك انت في هذاك الموعد. دونك القضيه ديال الجو راه مهمه، حيت الا كان الجو عيان والشتا والرعده وداك الشيء كتقول انا نتلاقى وكتقول هاد خيتي هذا ياك ما خونا هذا مكبوت ولا باغي سميتو ولا باغي يقضي الغراض ولا باغي يتحشى حدايا في المنطاد تفرج في نتفليكس هكا بوب كورن. دونك الجو كيلعب دور الدراري باش نكونوا فاهمين نتفاهموا عليه. تاني واحد البلان، تاني بلان نهضر عليه هو الخطا اللي ما خصكش دير، هو ما تهضرش على المشاكل ولا الطاقة السلبية، ما تهضرش على شي حاجة فيها النيجاتيفيتي ولا شي حاجة. خصك الموعد خصك تهضر على داك الشيء بوزيتيف، ما تهضرش على المشاكل وداك الشيء والصداعات ولا السياسة. السياسة راه بيغ تورن اوف، بيغ تورن اوف. هذاك السي تبقى تهضر على دوك المسائل السياسية ما عندك ما تدير بها، ولا الحزب الاشتراكي ولا هذا اش دار ولا اخ النوش ولا حكا فلان هذا اش دار ولا زادوا في ليسانس ولا داك الشيء ما عندك ما تدير به، ما تهضرش به في واحد، ما تهضرش فيه بشي بشي موعد لا اول لا ثاني، ما تهضرش على هذاك الشيء. دونك المسائل السلبيه اللي تتخلي الدريه كتبقى تخدم دماغها بزاف وداك الشيء وكتجي هذيك الانكزايتي وكتوتر ما عندك لاش تجبدها، انت غتخرجي بالبوزيتيفيتي. ثالث بلان، انت قاعد غادي خارج مع الدريه وياك وياك تسول على الاكس ولا شي حاجه، ما تجبدش لها الاكس ولا كنتي مصاحبه ولا 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 شحال من واحد صاحبتي معاه في حياتك وداك الشيء، داك الشيء ما غتقولوش ليها في الاول، داك الشيء انت كتثق فيك انت كتكثر معاك وتتعاشر معاك هذا تولي تقول لك هي هذاك الشيء، لان في الاول ما غتهضرلكش على الاكس وداك الشيء وما تسولهاش انت ولا تقول علاش انت، علاش انت ما مصاحباش ولا علاش كتقلبي وانت خارجه، هي خارجه معاك هكا في ديت وتقول لها وعلاش انت ما مصاحباش واش شحال تصاحبتي مع من واحد هي وتهضري لي على هذاك الشيء. هذا الشيء ما خصكش تهضر مع الدري على هذه المسائل هذه، حيت هذا الشيء هذا شو راه نقول لك ريد فلاغ، هي غتشوفوا فيك ريد فلاغ. دونك هذه المسائل الدراري خص يرد لهم بنادم البال، لان راه حاجه وحده تقدر ما تردلهاش البال غادي تكعرها فيها. دونك قلنا الجو، المسائل السلبيه، السياسه، وما تسولهاش واش كنتي مصاحبه شحال تصاحبتي مع من واحد وعلاش انتي داخله لي زابليكاسيون دو رونكونتر علاش انتي في بادو ولا تيندر، ما تسولهاش هاد الاسئله. كان معكم خوكم بايج الفا تفرقيعو العالميه اكاديميه بايج الفا، انا كنعطيك لي زاستيس والطنوير بالتجربه اللي غادي ينفعوك، اللي غادي ينفعوك بايج الفا.